والآن مع عالم جليل محب لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته والصالحين من عباده، والأستاذ الدكتور أحمد البصيلي، فليتفضل مشكورا الأستاذ بجامعة الأزهر. فيه هم بالحبيب محمد وذويه، إن الهيام بحبهم يرضيه. يا رسول الله، كل الناس تولد ثم تفنى، ووحدك أنت ميلاد الحياة. كل الناس تذكر ثم تنسى، وذكرك أنت باق في الصلاة. تردده المآذن كل وقت، وينبض بالقلوب إلى الممات. فصلوا عليه. أيها الإخوة، شكر الله سعيكم، ولا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم. والحق أقول لكم، إن أهل الله علمونا أن الموت ليس فيه موت، والموت هو حقيقة الوصال والاتصال بمعدن الجمال ومصدر الكمال، سيدنا محمد بطل الأبطال خير الرجال عليه الصلاة والسلام. الموت حقيقته حياة، والحياة حقيقتها غفلة وانعدام. الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا. فالموت عند أهل الله يقظة وانتباه، ليس عدما ولا غفلة ولا انعداما للتواصل. وحضرة النبي اللهم صل عليه يخبرنا أن الإنسان منا إذا مر على قبر أخيه فألقى عليه السلام، رسول الله يخبرنا أن الله يعيد الروح إلى هذا المتوفى حتى يرد عليك السلام ويتعرف عليك. حتى الكافر الله خاطبه في سورة قاف، قال: فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. ودرسنا في كتاب التنوير لسيد ابن عطاء الله السكندري قوله رضي الله عنه، أن المؤمن لا ينتقل من حالة إلا إلى حالة أرقى. وآدم عليه السلام بعد الأكل من الشجرة هو أفضل من آدم عليه السلام قبل الأكل من الشجرة. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. وسيدنا رسول الله اللهم صل عليه بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى أعطاه الله صلاحيات لم تكن له في حياته الدنيوية. فالموت بالنسبة لأهل الله ما هو إلا انتقال من حياة دنيا إلى حياة عليا، من حياة عليا إلى حياة أعلى، من حياة كاملة إلى حياة أكمل وأجمل وأنبل وأرقى وأنقى وأبقى. هذا هو الموت وهذه هي حقيقته. وإذا يئسنا من أصحاب القبور، للأسف الشديد الله سبحانه وتعالى في آخر آية في سورة الممتحنة يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. فالذي عنده يأس من أصحاب القبور، الذي يعتقد أن أصحاب القبور عدم وفي غفلة وفي ذهول عنا، فقد تشبه بالكفار. إنما حضرة النبي اللهم صل عليه يقول لنا: مررت بموسى وهو قائم يصلي في قبره عند الكثيب الأحمر، ولو كنتم ثم لأريتكم قبره. رسول الله اجتمع بالأنبياء حقيقة ويقظة في المسجد الأقصى ليلة المعراج. رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول لنا: الأنبياء أحياء يصلون في قبورهم، والأولياء الذين هم على قدم الأنبياء كذلك أحياء يصلون في قبورهم. ونحن أيها الإخوة، إذا جئنا اليوم معزين فإننا جئنا أيضا نسوق هذه البشريات لمريدي وأحباب وأتباع سيدنا الشيخ الطاهر، الذي أسأل الله أن يجعل لنا من سر اسمه أعظم الحظ والنصيب في الدنيا قبل الآخرة، آمين.
أيها السادة الأماجد، هذه الدنيا كلها بكل مشتملاتها بكل مكوناتها، يعني كما شبهها رسول الله عليه الصلاة والسلام، إذا وضعت أصبعك السبابة في ماء بحر ثم أخرجته منه، هل ينقص هذا الماء؟ أبدا. فالدنيا بالنسبة لعطاءات الله، بالنسبة لأفضال الله، كمثل هذا الماء الذي علق بأصبعك حينما أدخلته في ماء المحيط. هذه الدنيا كلها لا قيمة لها ولا طعم لها ولا رائحة لها بدونك يا رسول الله وحضرة النبي اللهم صل عليه، كما استمعنا من مولانا فضيلة العميد أستاذنا الدكتور أحمد حسين. وما كان لنا أن نتكلم بحضرة الأكابر، لكن يعني أدحنا من هذا من جملة البلاء، أسأل الله أن يعيننا عليه ويصبرنا عليه ويوفقنا فيه. صلوا على حضرة النبي. كما استمعنا من فضيلة العميد، لما انتقل رسول الله اللهم صل عليه، يعني أصاب الذهول بعض الصحابة كسيدنا عمر وهو الفاروق، حينما هدد من يقول أن رسول الله قد مات، هدده بالإعدام، ولسان حاله يقول: ليس البكاء وإن أطيل بمقنع، الخطب أعظم قيمة من أدمعي، تالله ما جار الزمان ولا اعتدى بمثل ذاك المصاب وأوجعي، فقد الرسول فأظلمت كل الدنا، والحزن عم بكل قلب موجع، لا زال بالقرآن فينا هاديا يهدي الأنام بنوره المتشعشعي. أيها الإخوة، الموت مصيبة بالنسبة لمن بقي على الدنيا، مصيبة الفقد. أما من رحل عن دنيانا من أهل الله فنتأكد تمام التأكد أنهم في ضيافة سيدنا ومولانا رسول الله اللهم صل عليه. هؤلاء الذين نتوسل إلى الله بهم ونتقرب إلى الله بمحبتهم، الله طمأنهم وضمنهم، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. أيها السادة، الله حينما قال كل نفس ذائقة الموت لم يقل كل نفس ذائقة الحياة، لأن الموت أهون 1000 مرة من أن نفقد طعم الحياة. أن تفقد الحياة أهون 1000 مرة من أن تفقد طعم الحياة، ولا طعم للحياة بدون أهل الله. كل نفس ذائقة الموت، هذا مفهوم، لكن والله هناك أناس على قيد الحياة ولم يذوقوا طعم الحياة، لأنهم انفصلوا عن أهل الله الذين أرشدنا الله لاتباعهم في قوله جل في علاه: صراط الذين أنعمت عليهم، في قوله: واتبع سبيل من أناب إلي، في قوله: ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. هؤلاء الأولياء المرشدون من انفصم عنهم أو اصطدم معهم لم يذق طعم الحياة أبدا، لم يذق طعم الحياة، لأنه لا طعم للحياة بدون معيتكم يا أهل الله. تالله لو عاش الفتى في دهره 1000 من الأعوام مالك أمره، لا يعتريه السقم فيها مرة، كلا ولا ترد الهموم بباله، متلذذا فيها بكل نفيسة، متنعما فيها بنعمى عصره، ما كان هذا كله في أن يفي بمبيت أول ليلة في قبره. إذا عاش المرء 60 عاما فنصف العمر تمحقه الليالي، ونصف النصف يذهب ليس يدري لغفلته يمينا من شمالي، وثلث النصف آمال وحرص وشغل بالمكاسب والعيال، وباقي العمر أسقام وشيب وهم بارتحال وانتقال، فحب المرء طول العمر جهل وقسمته على هذا المثال. وحد الله، الدنيا دار التواء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح، فمن عرفها لم يحزن لشقاء لأنه عارض، ولم يفرح لرخاء لأنه مؤقت،
فالله جعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا. يأخذ ليعطي، ويبتلي ليجزي، ويحجم ليحمي، ويمنع ليمنح. ولو فقهت عن الله حقيقة المنع، وفهمت عنه سبحانه حق الفهم، صار المنع عين العطاء. فالمنع من الله إحسان، والعطاء من الخلق حرمان. المهم أن تردد مع حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم هذا الدعاء الذي كان يردده كثيرا: اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله عونا لي على ما تحب، وما زويت عني مما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب. هي الدنيا تقول بملء فيها: حذاري حذاري من بطشي وفتكي، فلا يغرركم مني ابتسام، فقولي مضحك والفعل مبكي. وهذه هي الدنيا ترينا كل ساعة أنها تطحن أهلها طحنا، ولا ينجو منها إلا من أعرض عنها وأعطاها ظهره. وإذا أردت أن تنظر إلى الدنيا بعد موتك، كثير منا يزعم بل يتوهم أن الدنيا متوقفة عليه، وأن سير الكون مرهون به. نقول له: إن أردت أن تنظر إلى الدنيا يوم وفاتك بعد موتك، فانظر إليها بعد موت غيرك، وازهد فيها قبل أن تزهد هي فيك. والتصوف الذي تعلمناه من سيدنا الشيخ طاهر رضي الله عنه هو أن تزهد في الدنيا لا أن تزهد في الحياة. هناك فارق كبير بين الحياة وبين الدنيا. الله حينما يتكلم عن الدنيا يتكلم عن الماديات: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد لمن اهتم بالماديات، ومغفرة من الله ورضوان لمن سما إلى الروحانيات والنورانيات، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فالتصوف إنما أتى لنزهد به في الدنيا لا أن نزهد في الحياة، فلنحيينه حياة طيبة، ولن يذوق طعم الحياة الطيبة أحد إن عزل عن بيئة التصوف الحق. العشاء بتأذن 51، يعني باقي 3 دقائق، نقول فيهم باسمي وباسم مؤسسة الشيخ سعيد عمران الدح، ورئيس مجلس إدارتها سيد الشيخ أحمد سعيد عمران الدح، وباسم المحبين لسيد الشيخ الطاهر رضي الله عنه، وباسم أهل الله في كل مكان على هذه المعمورة وفي غيرها من كون الله الفسيح، نتقدم بخالص التعازي لأحباب وذرية ومريدي سيد الشيخ طاهر الحامدي رضي الله تبارك وتعالى عنه. أسأل الله أن يلحقنا به على خير حال. أسأل الله أن يجعل الذي يتلقى أرواحنا سيدنا محمد. اللهم اجعل الذي يستقبلنا في قبورنا سيدنا محمد، واجعل الذي يتلقانا يوم البعث سيدنا محمد. اللهم اجعلنا مع سيدنا محمد يقظة ومنام، سرا وعلانية في الدنيا وفي الآخرة. اللهم كما آمنا به ولم نره، فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلة. يا رب احشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا. اللهم أوردنا حوضه ولا تحرمنا أجره، ولا تفتنا بعده، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. ومع أن المشهد مشهد عزاء، إلا أن لساني يأبى أن يترك هذا المقام قبل أن يقول: بمحمد دامت لنا الأفراح، وقلوبنا في ذكره ترتاح، فإذا تلونا ذكره وحديثه دارت بكأس شرابه الأرواح. همنا به لما ذكرنا مدحه، ولنا بمدح صفاته الأرباح. حاز الجمال ونال يوسف بعضه، ملئت بذكر صفاته الألواح.
نار الغرام بقلب عاشق حسنه إن مات وجدا ما عليه جناح صلى عليه الله مع تسليمه ما لاح من بعد الظلام صباح فلا البدر هل ولا النجم لاح ولا الشمس نارت على الكوكب ولا الليل جنى وضاء الصباح وما الدنيا إلا بسيدنا النبي اللهم صل عليه. شكر الله سعيكم وعظم أجركم وأحسن عزاءكم والسلام عليكم ورحمة الله.